بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله البنات المتبعينين، السلام عليكم. وجيت باش نشارك معكم واحد الرشيمة خفيفة ظريفة ديال ليزار الترابي، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم البنات. دابا غادي نرسمها، دايره الرسمة من التحت باش ترسمها بالقلم. هانتوما البنات، البنات اللي طلبوا لي رشيمة خفيفة ديال ليزار ديال التريبيا، هاد الرشيمة سهلة. وحتى البنات المبتدئات يقدروا يخدموها، مفيهاش الوريقات ومفيهاش حاجة صعيبة. هانتوما البنات كيفاش نرشم، تندير رشمة من التحت تنبينها شوية تكون واضحة، تنخدم وتنرشمها بهكا بالقلم بلا ما ندير بابي كربون باش ما يتوسخش لي الثوب الابيض ديال واحد. اغلبيه لي زوز الترابيات يكونوا بيضين، تيكونوا في المايا ولا في الجيم اللي تيقول لكم خا. المهم البنات غادي نصاوب المرمى وداكشي ونرجع معكم ان شاء الله. نوريكم بعد الرشيمه هي هادي البنات اللي بغا يخرجوها، هي هادي الرشيمه. هانتوما البنات على العبار ديالها، فيها 10 سنتيم في العلو تقريبا، غادي تكون نفس 11.5 سنتيم ديال العرض، والعلو 10 سنتيم، تجي بحال التاج، تجي زوينة البنات هاد الرشيمة هادي، وخفيفة ودغيا تتوجد. السلام البنات، وانا دابا من بعد ما جبت المرمى مزيان وركبت السقلي ديالي، طبيعة الحال العمارة بالسرجي البيض، وغنخدمها بالسم صاري صفر، السم الحر ديال الباطو. المهم الرشيمه كي قلت لكم البنات سهله، فيها شويه تدوال المرمى ولكن ماشي بالضبط اللي جاها صعيب تدوال المرمى، تقدر تخدمها بالمسرح ماشي مشكل. المهم راهي سهله مهله دغيا، غير شاشات تيجيو مرشوشين في الليزر ولكن تيجيو زوينين في المنظر. هاد الليزر خدمتو قبل العيد، يلاه كتاب باش نمنطيه وتشوفوه معايا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ورشه ما راح حطيتها لكم في الاول الفيديو الا بغيتو تخرجوها كي قلت لكم. تبعوا معايا الفيديو البنات الاخر حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا الرشيمه كيفاش طلعت، طلع زوينة البنات، واخا هي بسيطة ولكن في المنظر تجي زوينة. هذا ما كان البنات الوريقة، هانتوما تشوفو نديرهم في تدوار المرمى، السيدة راه دابا اللي تنمنطي معكم هاد الفيديو سيدة ولدات وليد، الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، وانا بحرات المنطي في الفيديو ديال ليزار ديالها. ما ساليتش مع الخدمه البنات، كانت عندنا بالضبط خدمه رمضان، اللهم لك الحمد كلشي مشى فرحان، كلشي تحويجاته بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد ما تحاشمنا مع حتى شي حد، اللهم لك الحمد والمنه. وهذا الشيء ما كان البنات، المهم هو الانسان يبقى على خاطره، صلينا الحمد لله صلاتنا، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. الانسان تيفرح ملي تيكون دوز كلشي بخير وعلى خير، ما تحاش من حد ما شي حاجه، الحمد لله. واخا كلشي يضغط عليك وتيبغيو زعما الحوايج ديالهم في اقرب وقت وهذا، تيبقاو المهم كلشي داز بخير وعلى خير بسلام.
وهاد السيده جات زوقات فيا ما بغاش نخليها، الكليانه ديالي قديمه وزوقات فيا، وبخا ما كانش عندي الوقت، ما كانش عندي الوقت باش نخدم لها هاد لي زير، ولكن حشمت منها ودوزت ليها. ما كاين حتى شي مشكل، واخا دوزت واحد الوقت اللي زعما زيره فيه، كنخدمش انا كاع هادشي في الوقت تاع جليل بات وقفاطر داكشي، وانا تنقول جليل بات هانتوما باش تعرفوا البنات، ما تنطيحش من واحد السيده دخلت عندي للتعليق قالت لك تتقولي جليل بات يعني تطيحي من القيمه تاع الجلابه. لا اختي انا ما تنطيحش، بالعكس الجلابه المغربيه تنفتخروا بها، والقطن المغربي تنفتخروا به، هو باش واكلين الخبز اللهم لك الحمد. ولكن احنا عندنا جليلبة يعني ندلعوها يعني بحال شي حاجه ما فهمتش كيفاش نشرح لكم البنات، يعني واحد الحاجه تتكون زوينه وعجبانه تنقولوا جليلبة، فهمتي، تندلعوها اسم الدلع بحال دابا قفيطان جليلبة هكا قنيضيره، ماشي يعني تنطيحوا من القيمه ديالها، بالعكس تنفتخروا بها وهي باش واكلين الخبز الحمد لله. والمهم البنات هي كيفاش طلعت، شو كيفاش جات الرشيمة، تجي حلوة وفي نفس الوقت خفيفة ودغيا تتوجد، شتوما كيفاش جات البنات، تجي زوينة، خصكم تشوفها مباشرة، خا التصوير عندي شوية ناقص. ما تنساوش تديروا الفيديو، ما تنساوش لي لايك وبارطاجيو القناة باش تعملوا فائدة البنات، تبارك الله عليكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله. واروي
رشيمة البنات كيفاش طلعت، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هي رشيمة خفيفة، رشيشة خفيفة، تيجي هكا مرشوش غير النص ديالو، ماشي كامل، متيطرش كامل، غير بلاصة فين غادي لي غادي تبان كلكم فيها الطريبية. هانتوما كندير ما بين رش رشة ورشة تقريبا 20 سنتيم، 20 سنتيم ما بين رشة ورشة البنات. تنديرو هادي صغيرة هكا بيناتهم، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم البنات. هانتوما رشيمة خفيفة، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. نبينا لكم قريبا باش تشوفوا كيفاش جات، مازال ما مصلوحش، راه باقينا فوق الماكينة، يلا ساليت منه، باقي ما مصلوح ما والو، ملي تصلح ان شاء الله هنا عادي تعطي البريو ويبان احسن ان شاء الله. يا الله تبارك الله عليكم البنات، وما تنساوناش من لايك وبارطاجيو القناة، وشكرا لكم، شي تعاليق زوينة، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد.